أكد الرئيس التركي أن أنقرة والقاهرة سيحتفلان العام المقبل بالذكرى المئوية لتأسيس العلاقات بينهما. أضاف الرئيس التركي على أن أنقرة أصبحت من أكبر خمسة شركاء اقتصاديين لمصر. تركيا ومصر دولتان عريقتان كانتا مهد الحضارات التي شكلت تاريخ البشرية. نحن نعمل باستمرار على تعزيز العلاقات العميقة والمتعدده الابعاد بين بلدينا من خلال جهودنا المشتركه، ويسعدني ايضا ان ارى ثمار عملنا هذه. خلال لقائنا مع الرئيس سيسي في القاهره، قررنا اعاده هيكله مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. لقد عقدنا الاجتماع الاول لهذه الاليه اليوم. ومن خلال اعلاننا المشترك اكدنا ارادتنا في تعزيز تعاوننا في جميع المجالات بما في ذلك الصناعه والتجاره والدفاع والصحه والبيئه والطاقه. تشكل التجاره والاقتصاد البعد الاقوى لتعاوننا. وفي السنوات العشر الماضيه واصلنا من ان نكون من بين اكبر خمسه شركاء تجاريين لمصر ونحن نتحرك باصرار نحو هدفنا المتمثل في زياده حجم تجارتنا الى خمسه عشر مليار دولار في السنوات الخمسه المقبله